السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في موجز السادسة من قناة التناصح. شهدت مدينة سبها ليلة الأربعاء اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على تخوم معسكر اللواء السادس مشاة. وبحسب مصادر خاصة للتناصح، فقد صدت قوات اللواء السادس مشاة هجوما قادته المعارضة الشادية مدعومة ببعض الأطراف المحلية بالقرب من مطار سبها وقاعة الشهداء في المدينة، مؤكدا عدم إصابة أي من قوات اللواء خلال هذا الهجوم. هذا وأشارت المصادر إلى أن الهجوم جاء على خلفية بعض النزاعات القبلية الدائرة في مدينة سبها على حد قولها. إلى ذلك، حمل المتحدث الرسمي باسم حكماء وأعيان مدينة سبها حمل الرئاسي المقترح والجهات المسؤولة مسؤولية تردي الأوضاع في المدينة. ووصف رقيق في تصريح خاص للتناصح مدينة سبها وصفها بالمنكوبة جراء ما اسمه احتلال المعارضة التشادية والسودانية لبعض من أجزاء المدينة. هذا وكان المجلس البلدي وحكماء وأعيان مدينة سبها قد فوضوا الثلاثاء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل على حفظ الأمن والتصدي للجريمة المنظمة داخل مدينة سبها. اتهمت منظمة هيومن رايتس واتش الخميس ميليشيات الكرامة بمنع الألاف من العائلات النازحة من العودة إلى ديارها في مدينة بنغازي. وقالت المنظمة إن ميليشيا الكرامة تتهم العائلات بدعم من أسمته الإرهاب، داعيا قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر لإنهاء الهجمات على الآمنين في بنغازي. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه إذا ثبت وقوع مثل هذه الهجمات على الآمنين فستشكل انتهاكات لقوانين الحرب، وإذا ارتكبت بقصد إجرامي فستكون جرائم حرب. هذا وقال النازحون لهيومن رايتس واتش إن ميليشيات الكرامة قد صادرت ممتلكات أقاربهم الذين بقوا في المدينة وقامت بتعذيبهم وأخفتهم قسرا واعتقلتهم، وذلك بعد اندلاع العمليات القتالية عام 2014. أكدت منظمة أوكسفام الخميس على ضرورة وجود اتفاقية جديدة بين إيطاليا وليبيا حول المهاجرين غير القانونيين. وبحسب وكالة أكل الإيطالية، فقد طلب المدير التنفيذي للفرع الإيطالي للمنظمة روبرتو باريري إيطاليا على وجه الخصوص أن تنهي الاتفاق مع الرئاسي المقترح فورا وتعقد اتفاقية جديدة مع أعطاء الأولوية لأمن من يسعون للحصول على المساعدة في ليبيا. وطلب باريري الحكومة الأوروبية بحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين ومن بينهم المهاجرين، داعيا إلى ما اسمه تحرير المهاجرين من المراكز التي يحتجزون داخلها. إلى خبر أخير، حيث قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية تواصل الاستعداد اللازم لإجراء الانتخابات المقبلة عام 2018. السايح في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية أعلن عن تمديد فترة تسجيل الناخبين إلى 15 من فبراير وفتح سجل الناخبين بالخارج في 6 من ذات الشهر. من جهته قال أن منظومة تسجيل الناخبين معدة وفق أحدث التقنيات في مجال برمجيات الحماية والتي تمنع محاولات الاختراق، وأن عملية التسجيل مراقبة دوليا من قبل خبراء الأمم المتحدة. تفاصيل أوفى في أخبار السابعة. لذلك الحين إلى اللقاء.